الصلح إذا كان من التأمين هذا غير جائز لما فيه من الغرر، وإذا كان هو بالتوافق بين الجاني والمجني عليه والعاقلة و يعني الجاني وكذا وتوافقوا على مقدار فهذا يجوز، لكن بعدين تبقى هناك أحكام أخرى لابد من ملاحظتها. إذا كان هو التأمين الصلح من جنس الدية نفسها، والدية هي كما هو معلوم هي مخففة، دية الخطأ مخففة، ومعنى مخففة تخفيفها من ثلاث نواحي: من حيث كونها على العاقل وليس على الجاني، ومن حيث أنها تنجم يعني تقسط إلى ثلاث سنوات ما تدفعش كلها معجلة تخفيفا على العاقلة، ومن جهة يعني أنها في الإبل تكون مخمسة تقسم إلى خمسة أقسام: بنات مخاض وبنات لبون وإبل لبون وحقة وجداع وجداع إلى آخره، فهي مؤجلة. وعندما نريد أن نصالح على شيء معجل بأقل منه إذا كان من جنسه هذا لا يجوز، لأن يترتب عليه ضع وتعجل. كان واجب عليك أنت 1000 دينار تقول أو بنعطيك منهم 500 دينار وهي مؤجلة وبنعطيك منها 500 دينار حالة، يقولك هذا غير جائز لأن يترتب عليه ما يسمى في الفقه ضع وتعجل، يؤدي إلى أنا سلف جر نفعا وهو ممنوع. وإن كان بغير جنسها يعني هي إبل ويدفع بدلها نقود ولا ذهب ولا كذا فهذا من غير جنسها. الصلح من غير جنسها قبل الأجل بأقل لا يضر، لأن ضع وتعجل هذه ما تكونش ممنوعة إلا في الجنس الواحد، أما إذا اختلفت الأجناس اللي عليه مثلا 1000 دينار مؤجلة وقلت له بندفع لك يعني مثلا ثياب ولا أشياء أخرى معجلة الآن أقل من قيمتها هذا جائز غير ممنوع، لأنه لا يدخله ضع وتعجل في مع اختلاف الجنس، لا يدخل المنهي عنه وهو ضع وتعجل اللي ورد النهي عنه في الحديث. فإذا من الأحكام المصالحات لها أحكام خاصة الدية يعني، ولابد عندما يقع مثل هذا الأمر ما ينبغيش الناس أن يجتهدوا هكذا الأعيان ومشايخ القبائل ويصدروا أحكام في مسائل الشارع نظمها وجعلها أحكام وتكون أعمالهم مخالفة ومنهي عنها ومحرمة وممنوعة، هذا لا ينبغي. لابد أن يكون معهم شخص من أهل العلم بحيث تكون أعمال فيما يتعلق بالصلح من حيث مبدأ الصلح من حيث هو، ما يكونش هو مفروض بالقوة والقهر من غير تراضي، ومن حيث الصلح هل يجوز ولا لا يجوز بأقل ولا بأكثر ولا عند الأجل ولا قبل الأجل، هذه كلها تحتاج إلى من يعرف أحكامها. ولا يجوز للناس أن يتجروا على أحكام الله ويبقى يترأس مثل هذه المسائل من لا يعلمها الأحكام ويقعون في المخالفات الشرعية، لأن لا أحكام الناس وأمور الناس لا يمكن أن تستقيم إلا إذا احترموا أحكام الله سبحانه وتعالى وراعوا محارمه. وما ينفعش يعني الإنسان قد يخطئ في شيء أحيانا لكن يستمر وتبقى هي قاعدة مستمرة على الخطأ ولا يراد إصلاحها فهذا مثل العمد، يعني حتى الجهل هذا صاحبه مؤاخذ به، لا يقولش هؤلاء يعني من غير ما عندهمش معرفة ويعملوا في المسائل هذه عن غير قصد وكذا، لا لا يقال هذا غير لا هذا لا ينفع، هذا الجهل قد يعذر في صاحبه إذا فعله لأول مرة غفلة منه، لكن يستمر الخطأ والجهل مخالف لأحكام الشرعية فهذا غير جائز لا يمكن أبداً.